يقول السائل: إذا تكلم عالم في شخص وحذر منه، فهل يجوز لطالب العلم نقل ذاك الكلام لمن هو بحاجة إليه؟ إذا كان النقد من عالم، والعالم هذا محل ثقة ومحل علم صحيح، فلا بأس أن تنقل هذا النقد لغيرك لأجل أن يعلم به ويكون على بينة، لئلا يغتر بذلك الشخص الذي عنده هذه الأخطاء. هذا من باب النصيحة، من باب النصيحة الأمانة. نعم.